السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل إنسان منا في كل زمان وفي كل مكان. اليوم هنتكلم عن قصة تانية من اليقين. الأولى كانت في أفغانستان في 2002 في يناير، التانية في نيويورك حوالي في 2004 برضك يناير فبراير 2004. أنا كنت ذاهب هناك لزيارة كذا مؤسسة، الأمم المتحدة، بنك الدولي، بعض مؤسسات أخرى، وكان لي اجتماعات هناك الوزارة الخارجية الأمريكية إلى آخره. ورحت المطار ودخلت المطار في اللي هو مطار كينيدي، جون كينيدي في نيويورك. لقيت البوليس بياخدني على جنب ويحطني في حتة وعايز يستجبوني ساعة اتنين تلاتة، وإن ما خرجتش وفي الآخر أقول إحنا مش هندخلك أمريكا، ارجع تاني. رجعت تاني، لكن وانا في المطار كان في راجل يعني بولي راجل امن محترم جدا. طبعا هم حاولوا يجيبوا لي اي حاجه اشربها واكلها عشان الصدمه العصبيه اللي جات لي دي، فرفضت اي شيء وقعدت. وكان كل اللي انا عامله وانا قاعد انا ماسك القران وعبر القران. جالي هذا الرجل وقال لي احنا اسفين يعني، لكن دي الاوامر والضابط قال كذا وكذا 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 الى اخره. فلما عملوا لي تذكره مره اخرى علشان ارجع الى لندن، قلت له ان شاء الله انا هشوفك قريب. كلمه كده جت من عندي، فالراجل بص لي كده وعارف طبعا مكتوب ايه في الكمبيوتر، قلت له I'll see you soon. اوكي انا طبعا، قال لي طبعا ان شاء الله كده، وحب يخفف الازمه او الصدمه العصبيه عليه. رجعت انا للندن وكلمت السفاره الامريكيه، وكان ساعتها التاشيرات بتخرج من السفاره وزاره الخارجيه مش من اللي هو وزاره الداخليه كما يحدث الان. فزعلوا جدا الناس في السفاره وطلعوا لي تاشيره اخرى، وفي خلال اسبوعين كنت راجع تاني نيويورك عشان اقابل نفس الناس اللي انا كنت عايز اقابلهم وعشان اروح وزاره الخارجيه الى اخره الى اخره. وانا في المطار من قدر الله سبحانه وتعالى كان نفس الضابط الامن هو الواقف قال لي اهلا سيدي، لقد وعدتنا بانك ستاتي مره اخرى، فاهلا بك في امريكا. هنا هو قصه تانية في اليقين. كان عندي يقين غير عادي ان انا راجع، يعني يكتبوا تقرير عني ما يكتبوش تقرير عني الى اخره، ليس ان انا في حاجه الى الزياره قدر ما اننا في حاجه الى الله هو الذي يجعلني ارفع ايماني بيقيني وتوكلي على الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين شيء مهم جدا 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 فيك تستشعره كي تستطيع ان تحول دعائك الى اجابه من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله.